من طرق الجنة حب الخير للغير. جاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أتحب الجنة؟ قال: نعم. قال: فأحب لأخيك ما تحب لنفسك. جميل جدا أن يصوم قلبك عن الأحقاد والحسد وكل ما يجرح صفاء قلبك. الشيخ عبد الرحمن الصميط عليه من الله شآبيب الرحمة يقول: من خلال تجارب الدعوية في أفريقيا لأكثر من ربع قرن 25 سنة، وجدت أن أفضل وسائل الدعوة المعاملة الحسنة. فائدة: الصدقة من مفاتيح تيسير أمورك. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. من فضل الله على العبد أن ألسنة الناس تذكره بخير. إبراهيم عليه السلام سأل الله فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي ذكرا وثناء حسنا بين الناس. يقول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدي. إذا ضاقت عليك الدنيا اذهب إلى ربك. إذا مرضت فتذكر هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ولا مسلمة ولا مؤمن ولا مؤمنة يمرض مرضا إلا كفر الله عنه من خطاياه. اليوم الخميس في الحديث: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، فيغفر لكل أحد إلا مشرك ورجل بينه وبين أخ له شحنة. اليوم بادر بإنهاء الخصومة مع إخوانك لتغفر ذنوبك. روعة الفرج أنه يأتي فجأة ومن الطريق الذي لا يخطر على بالك. يقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا غلبك الهم وضاق صدرك عليك بهذا الدعاء. في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لأسماء: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ قال: الله ربي لا أشرك به شيئا. في الحديث عند الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة. ادعو الله الآن وانغمس في رحماته. من يسبك ويشتمك إنما يسيء لنفسه قبل أن يسيء إليك. قال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أشتمنك شتما يدخل معك قبرك. فقال الصديق: إنما يدخل معك ولا يدخل معي. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كثير من الأباء والأمهات يخشون على أبنائهم من مستقبل الدنيا ولا يخشون عليهم من مستقبل الآخرة. في مسند أحمد من حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ليس بينك وبين أن تهنأ بعيشك وتسعد بأيامك إلا أن تستقيم على دين الله. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.